حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ، لم يكتفي بالقرارات التقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية، الانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية، بتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. هذا إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول، من المطالبة من الدول الأفريقية الدول النامية أن يتحقق ذلك، فهو نجاح للمؤتمر، نجاح للأطراف، ونجاح لمصر التي ترأست هذا المؤتمر.